عم نقول لك جوي وترتيبي متعهدين الشام كلهم سميتي ومحبيني. ابو الفضل تذكرته؟ ما تذكرت غيره، هذا ما كان يروح لك حفله هاد. من التل كان يجي لعندي. اليوم ابو الفضل شيخ المتعهدين، تليفون صغير بجمالي 70 وريش. ايه عيوني، هلا هي الطبخه حطيناها لتستوي على نار هاديه، بس في طبخه ثانيه لساتها نيه. انا قديش قياس الكاتويه تبعي؟ الله حيو الوفا، الله حيو الوفا، ما عاد يشتغل شغله ببلاش. بتعطي كم سين؟ لك هان يا عمي، الغربه بتغير النفوس. خسل وفا يكون عباد مال، انت بتعرف. بس زهور كاسرت لي ضهري، خطي تحملت كتير، بدي اعمل لها عرس يليق فيها. ايش دهمتك؟ مالي جاهز. وشلون جرى؟ مو على اساس الغربت لي الزنقيل. عندك للسر مطرح؟ من يومي بيراك المال وقرار وفا، احكي. انا ما نزلت من دبي اجازه. قلعوني تقليع. رجعت ايد من ورا وايد من قدام، يعني لو ماني مصمد لي كم درهم ولو ما عم بشتغل معك بالبنزين يمكن شفني هلا عم ببيع مسكه على اشاره المرور. لك شو هالحال اللي وصلنا له لك يا عيوني؟ بتسافر بتشتاق، بترجع بتكره حالك. الشام قطعت فينا. من اول الدنيا والشام حاملتنا. اليوم الشام صار هي بدها بي يحملها. وفاء، شو كانت الغنية هي تبع المتاليكي اللي كنت تغني لي اياها؟ تلت متاليكي هي هي. تلت متاليكي تلت متاليكي احتار قلبي شو يعمل فيكي. تلت متاليكي تلت متاليكي احتار السينة شو يعمل فيكي. بستي الزيتي قلعتي الزيتي خربتي بيتي لمين اشكيكي. مين اشكيكي؟ تلت متاليكي تلت متاليكي احتار الشام شو يعمل فيكي. بستي الناري خلعتي الناري بستي الناري خلعتي الناري شعلتي ناري لا هنيكي لا هنيكي. قتلتني يا حيوان.